ما تفسير رؤية التصفيق في المنام؟ التصفيق في اللغة هو صوت إيقاعي يتم صدوره من راحة اليد عند التصاقها براحة اليد الأخرى، وكثيرا ما يستخدمه الناس في الحفلات الموسيقية والأفراح أو عند تهنئة أحد الأشخاص، فيقوم الناس بالتصفيق كنوع من أنواع الترحيب والإعجاب. يقول ابن سيرين أن رؤية التصفيق في المنام هي بشارة على الأفراح والأرزاق، كما تعتبر رؤية التصفيق في المنام دلالة على قدوم أخبار خير للرأي. إذا رأى الشخص أنه يصفق له في المنام فهو إشارة إلى حدوث ما يتمنى نجاحه عن قريب. رؤية التصفيق في المنام للشاب الأعزب دلالة على اقتراب موعد زواجه. التصفيق المتواصل في المنام دلالة على الحصول على الكثير من المال. تفسير رؤية التصفيق في المنام للعزباء. رؤية التصفيق في المنام للعزباء دلالة على تحقيق ما تتمناه في مستقبلها. إذا رأت الفتاة تصفيق لها في المنام، إشارة إلى رزق وخير قادم إليها يشمل حياتها العلمية والعملية. تدل رؤية التصفيق للفتاة العزباء على اقتراب موعد خطبتها من شاب صالح. رؤية البكاء مع التصفيق في منام الفتاة دلالة على صعوبات تواجهها في حياتها وتسعى إلى القضاء عليها والتخلص منها. تفسير رؤية التصفيق في المنام للمتزوجة. رؤية المتزوجة التصفيق في المنام بشارة على خيرات وأرزاق ستتمتع بها هي وأسرتها عما قريب. إذا كانت المرأة تنتظر حملها فرؤية التصفيق في المنام بشارة لها على الحمل القريب. تدل رؤية التصفيق للمرأة في المنام على تفوق أولادها العلمي والعملي وأرزاق واسعة تأتي لزوجها. تفسير رؤية التصفيق في المنام للحامل. التصفيق في المنام للحامل من الأحلام المحمودة، فهي بشرى على سهولة حملها وتدل على أنها ستضع جنينا بصحة جيدة بإذن الله. تفسير رؤية التصفيق في المنام للرجل. رؤية التصفيق في المنام للرجل الأعزب دلالة على زواجه القريب. قد تدل على نجاحات سيشهدها قريبا في حياته الوظيفية والمادية والعلمية. إذا رأى الرجل تصفيقا كثيرا له في المنام، هو دلالة وبشارة على رزق وفير من الأموال سيصل إليه أو تجارة أو مشروع ناجح. على العموم، التصفيق في المنام يشير إلى طول عمر الرأي. رؤية التصفيق في المنام دلالة على رجوع غائب أو المسافر. ممكن أن تدل على الشهرة والسمعة الطيبة التي سيكتسبها الراعي وينعم بها، كما يمكن أن يكون إشارة إلى حسن إسلام الراعي وزيادة علومه الشرعية إذا كان رجل دين خير والله أعلم. تصفيق الميت في المنام إشارة إلى أرزاق واسعة وخيرات ستصيب الراعي عما قريب. رؤية المرأة تصفيق ميت في المنام دلالة على حملها. ورؤية أشخاص يقومون بالتصفيق للراعي في المنام معناه الرأي شخص مريض دلالة على اقتراب موعد شفائه. التصفيق في المنام يشمل الأفراح وسماع الأخبار السعيدة والنجاحات القريبة في حياة الرأي. والله أعلم.